بعث الكثير من نجوم كرة القدم الرسائل التهنئة إلى المغربي المهدي بن عطية مدافع نادي يوفنتوس بمناسبة احتفاله اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده 31، ووجه الناخب الوطني هيرفي ريونار تهنئة إلى بن عطية من خلال الموقع الاجتماعي انستغرام، جاء فيها عيد ميلاد سعيد بن عطية. كما سار على ذات المنوال مريالين بيانيتش متوسط ميدان البيان كونيري، والذي يعد من الأصدقاء المقربين للمغربي، إذ قال: عيد ميلاد سعيد لأخيل أكبر بن عطية. وعمد مجموعة من لاعب المنتخب الوطني كذلك إلى ذات الخطوة، من قبيل زهير فضال مدافع الريال بيتيس، وأشرف حكيمي ظهير نادي ريال مدريد.